اختراق احد المنازل نتيجه قصف من قبل قوات النظام على حي الحميديه. من قوات النظام على حي الحميدية. يلا يلا جايك ثواني. بس اخوي مصور احنا نرجو من الاهالي مساعدة رجال الاطفاء فتح الابواب بحال حدوث اي حريق باي بيت، رجاء من الاهالي المتواجدين فتح الابواب، لانه هالشيء هذا قام يعيقنا وقام ياكل من وقتنا وما قام نقدر نسيطر على الحريق بالوقت المناسب. نترجى رجاء من الاهالي بحيث باي حاره كانت صار حريق يفتحون الباب لبين ما توصل سياره الاطفاء.